يقول: هل شهرة العالم أو الشخص يدل ذلك على صدقه وإخلاصه وأنه على صواب؟ بلا شك أن حب الناس له وإقبالهم عليه دليل على إخلاصه، وإلا لو كان ما هم مخلص لله ما أحبه الناس. الله جل وعلا إذا أحب شخصا وضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض شخصا وضع له الكراهية في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في القلوب. نعم.